مشاهدينا الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية أستهلها بالعناوين. رئيس أسبورغ يستقبل المبعوث الصيني للقرن الأفريقي. تشيع اللواء هيل سامي. دراج هناكم لبرهان أفضل متسابق دراجات إفريقي. المجر تعطل مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. فنزويلا وغويانا تتفقان على عدم استخدام القوة في نزاعهما الإقليمي. كوريا الجنوبية ترسل مقاتلاتها لاعتراض طائرات عسكرية صينية وروسية. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الرئيس أسبورغ ظهر اليوم 15 من ديسمبر في قاعة دندن لاستقبال الضيوف استقبل مبعوث جمهورية الصين الشعبية في القرن الإفريقي السفير شوبينغ. تناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وبحث الخطوات الواجب اتخاذها. استعرض اللقاء سبل تطوير وتمتين العلاقات الاستراتيجية الإريترية الصينية. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس غبريوت. وقال مبعوث جمهورية الصين الشعبية في القرن الإفريقي السفير شوبينغ لوكالة الأنباء الإريترية إن اللقاء ركز على النقاط التي يمكن من خلالها تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في لقاء الرئيس أسبورغ والرئيس شي جين بينغ خلال زيارة الرئيس أسبورغ إلى الصين في شهر مايو الماضي. وذكر المبعوث الصيني بأن تأسيس العلاقات الإريترية الصينية سجلت 30 عاما وعرب عن ثقته القوية لتمثيل البلدان لعلاقاتهما التاريخية والاستراتيجية وتقوية النضال المشترك ضد أفكار الهيمنة والاستحواذ. وكان المبعوث الصيني للقرن الإفريقي السفير شوبينغ قد أجرى زيارات مماثلة لإريتريا في شهري مارس وسبتمبر من عام 2022. شيع جثمان المناضل اللواء هيل سامي تشاينا إلى مثواه الأخير في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 15 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة بحضور الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين وأسرته وعدد كبير من المواطنين وأفراد قوات الدفاع. التحق المناضل اللواء هيل سامي بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1974 وتدرج في مرحلة الكفاح المسلح من جندي عادي وحتى قائد فيلق وجبهة، وبعد الاستقلال عمل قائدا لهيئة العمليات وتدريب قوات الدفاع وقائد هيئة أركان قوات الدفاع وقائدا للقيادة الشرقية والجبهة الغربية والقيادة الوسطى، حيث كرس 49 عاما من عمره البالغ 71 عاما في خدمة شعبه ووطنه لتحقيق أهداف الوطن. وقد وضع الرئيس أسبورغي باسم دولة إريتريا ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان قبرآب باسم الجبهة وقائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فليبوس ولد يوهنس باسم وزارة الدفاع وابنه علي هيلة باسم الأسرة أكاليل الزهور على قبر الشهيد المناضل اللواء هيلة سامي إيهل في مراسم صاحبتها المارشات العسكرية الموسيقية. اللواء هيل سامي إيهل هو مناضل مثالي وقائد شجاع متفاني متواضع محب للوطن والشعب، وهو مناضل جسور خدم وطنه وشعبه بعضويته في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والمجلس الوطني. اللواء هيل سامي إيهل تشاينا مناضل نفذ واجبه الوطني بالكامل بإنجاز عمل بطولي ناجح بتكريس نفسه لوطنه وشعبه بكل قدراته في التخلص من نير الاستعمار الثقيل وفتح الباب أمام مستقبل أكثر إشراقا. اللواء هيل سامي إيهل متزوج وأب لأربعة أبناء وقد استشهد في 11 من ديسمبر 2023 عن عمر بلغ 71 عاما جراء مرض ألم به. نظم قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية نظرية وتطبيقية في المسح لأعضائه المهندسين.
شارك 15 مهندسا من 12 مديرية ومكتب الإقليم في التدريب الأول من نوعه المقدم في الفترة من الرابع إلى 12 من ديسمبر. وقال المهندس تسوى مريم تخلي في مراسم التخريج في 14 من ديسمبر في مندفرة إن التدريب ركز على تعريف عام وتفسير المسح والإدارة والتعامل مع معدات المسح وطرق واستخدام معدات المسح والمسافة بين الأرض التي سيتم مسحها. وشدد المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد يماني أباهي على أهمية التدريب وحث المتدربين على عكس المعرفة المكتسبة في العمل العملي والمساهمة في برامج التنمية في مواقع العمل. من جانبه أشاد ممثل المتدربين بمنظمي التدريب قائلا إنهم اكتسبوا المعرفة التي عززت ما تعلموه في الكلية. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتأف تسفازين إن الجهود تبذل لسد نواقص المعدات داعين المتدربين للعمل النشط والمتفاني. نظمت المنظمة الدولية للفنانين الإريتريين احتفال ثقافة وفنون الإريترية السنوي الثاني يومي الثاني والثالث من ديسمبر في العاصمة الأمريكية واشنطن. هدف الاحتفال الذي شارك فيه أكثر من 800 إريتري القيام بالنقاش والتعبئة للمساعدة في بناء استوديو حديث في البلاد. وأشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان إبراهيموت بالجهود والمبادرات التي يتم اتخاذها للارتقاء بالفن الإريتري إلى أعلى المستويات وشكر كافة المساهمين في إنجاح المشروع. وقام الكتاب والمؤلفون والرسامون بإدارات السفيرة صوفيا تسفا مريم بندوة نقاش كيفية توثيق التاريخ ونقله للأجيال. تخلل الحفل عرض أزياء للأطفال وعروض لأطفال مدرسة أدال وعرض للصور والموسيقى. شارك في الاحتفال المطربون والكبار والشباب والموسيقيين والمطربين والممثلين والكتاب. استشهد في ميلبورن باستراليا في 13 من ديسمبر السفير موسى ياسين شيخ الدين عن عمر بلغ 85 عاما. عمل السفير موسى ياسين شيخ الدين سفيرا لإريتريا في الكويت واليمن من شهر يناير 2001 وحتى 2013 ومن عام 1993 وحتى 2000 رئيسا للجنة العليا في الجالية الإريترية في الرياض بالسعودية وعضوا في المجلس الوطني ممثلا للجالية الإريترية في الرياض. سفير موسى ياسين شيخ الدين متزوج وأب لأربعة أبناء وقد ولي جثمانه الثرى في 15 من ديسمبر في مدينة ميلبورن الأسترالية. ويستعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد السفير موسى ياسين شيخ الدين تقدم تعازيها لأسرته وزملائه. هذا متسابق الدراجات الإريتري المحترف عضو نادي أستانا ينوك ملوبرهان على لقب أفضل متسابق إفريقي لعام 2023. وقد حصل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على الجائزة لأدائه المتميز في مختلف المسابقات الدولية هذا العام. واحتل المتسابق الإريتري بنيام جرماي المركز الثاني بينما احتل مانيل جبرس جابيهيل المركز الخامس ونتنايل تسفاتيان المركز التاسع. وكان الدراج هنا قد فاز بالقميص الأصفر باحتلاله المركز الأول في المرحلتين الثالثة والثامنة في طواف رواندا الذي يعتبر أكبر سباق في إفريقيا وفاز بالوقت والنقاط في طواف كوين ليك الذي نظم في الصين. يذكر بأن صاحب الميدالية البرونزية في بطولة إريتريا للدراجات هينوك ملوبرهان قد توج بطلا للعام الثاني على التوالي في البطولة الإفريقية للدراجات التي أقيمت في أكرا بغانا مطلع العام الجاري. وقال الدراج هينوك بأنه كان يحلم دائما بالفوز بجائزة أفضل دراج إفريقي. إنه سعيد بالفوز هذا العام بعد أن كان ضمن الخمسة الأوائل خلال السنوات الثلاث الماضية وشكر الدعم وتشجيع أعضاء النادي وأسرته ومشجعيه. فاز الدراجون الإريتريون بهذه الجائزة 8 مرات في السنوات الاثني عشر الماضية. هذه الجائزة التي يقدمها منظمو طواف أميسا بونغو فاز بها عام 2012 الدراج الإريتري ناتنائيل برهاني والدراج مكسب دوساي عام 2014 والدراج دانييل تخلايمانوت عام 2015 وتسفوم عقبة مريم عام 2016 وبنيام جرماي عام 2020 2021 2022 وهينوك ملوبرهان عام 2023. لنا وقفة سادتي مع فاصل وأعود بالأخبار الخارجية.
أعلن الرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه استخدم في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقد لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وكان قد أعلن أوربان أنه امتنع عن التصويت تأييدا لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منددا بقرار سيء. وقال أوربان في مقطع مصور نشر على فيسبوك أن المجر لا تريد أن تتقاسم مسؤولية هذا الخيار الذي اتخذته الدول 26 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وامتنعت تاليا عن التصويت. وكرر رئيس الوزراء القومي أن أوكرانيا غير جاهزة، وسبق أن هدد أوربان باللجوء إلى الفيتو علما أن قضايا التوسيع تتطلب إجماع الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي، لكنه تراجع في نهاية المطاف. وكانت حكومة أوربان قد رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة في حربها ضد روسيا، وهددت باستخدام حق النقد ضد حزم المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف. أعلنت فنزويلا وغويانا في ختام قمة بحثت سبل نزع فتيل التوتر حول منطقة إسيكيسبيو الغنية بالنفط أنهما اتفقتا على عدم استخدام القوة ضد بعضهما في هذا النزاع الحدودي. وقالت الدولتان في بيان مشترك إنهما تتفقان على أن لا تهددا باستخدام القوة أو تستخدماها ضد بعضهما البعض بشكل مباشر أو غير مباشر تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بين الدولتين. وصدر البيان المشترك في ختام قمة استضافتها سينت فينسنت وغرينادين، وشارك فيها الرئيسان الغويانية عرفان علي والفنزويلي نيكولاس مادورو. وهذا هو اللقاء بين علي ومادورو منذ تصاعدت حدة التوترات بين بلديهما بشأن المنطقة المتنازع عليها. وفي ختام القمة صدر بيان مشترك من 9 بنود أقر بأن فنزويلا وغويانا لم تتفق على الولايات القضائية العالمية المناسبة لتسوية النزاع الإقليمي، لكن كلاهما أبدى اهتماما بالسعي لخفض حدة التوتر في هذا النزاع. في إطار استعداداتهما الدفاعية، قام سلاح الجو الكوري الجنوبي بإرسال مقاتلاته الحربية لاعتراض 6 طائرات عسكرية قادمة من الصين وروسيا دخلت منطقة الكشف وتحديد منطقة الدفاع الجوي الكورية بدون أي تنبيه مسبق. ووقعت الحادثة في بحر الشرق مشيرة إلى وجود انتهاك في بروتوكول الإخطار المبكر الذي يتم الالتزام به عادة في تلك المناطق. وذكرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية أن الحادث وقع عندما دخلت طائرتان صينيتان و4 طائرات روسية منطقة الكشف وتحديد منطقة الدفاع الجوي الكورية، وهي المساحة المخصصة لتحديد هوية الطائرات القادمة منها لتجنب وقوع حوادث عسكرية غير مقصودة. وأكد أركان القوات المشتركة أن الطائرات لم تنتهك الأجواء الإقليمية الكورية الجنوبية، لكن الدخول غير المكتشف إلى منطقة الكشف وتحديد شكل تهديدا جويا فوريا. دعت منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية المنهكة في جميع أنحاء العالم ومعاملتها بشكل مماثل للسجائر العادية. وقالت المنظمة إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة للسيطرة على السجائر الإلكترونية، حيث لا توجد أدلة تذكر تشير إلى أن التدخين الإلكتروني يساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر العادية، كما يمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين لدى غير المدخنين. وحثت على إجراء تغييرات بما في ذلك حظر جميع عوامل النكهة مثل المنثول وتطبيق التدابير نفسها المستخدمة للسيطرة على السجائر العادية، وتشمل رفع الضرائب وحظر الاستخدام في الأماكن العامة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السجائر الإلكترونية اكتسبت أيضا استخداما واسع النطاق بين الشباب والشابات، ما قد يؤدي إلى إدمانها. في ختام هذه النشرة في مايلي تذكير بالعناوين. رئيس أفريقيا يستقبل المبعوث الصيني للقرن الإفريقي. تشييع اللواء هايلي سامييل. الدراج هينوك مولبرهان أفضل متسابق دراجات إفريقي.
المجر تعطل مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. فنزويلا وغويانا تتفقان على عدم استخدام القوة في نزاعهما الحدودي. كوريا الجنوبية ترسل مقاتلاتها لإطفاء طائرات عسكرية صينية وروسية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.